أنا كنت عرفانة إنه مراد مانو ندمان. جيت لهون كانت كذبة أصلاً، واعتذاره منا كمان مجرد لعبة منهم أكيد. خلص انسي، ما بدي أحكي بالموضوع، بيوتر لي أعصابي. يا ريت نسافر ونترك كل شي ورانا، يعني شو ملاقين هون غير الشقة والتعتير وبس؟ يا ريت نسافر على أي بلد. لا تتعبي على الفاضي، فكرك إنه الشغلة سهلة هيك؟ وين أبو لكريم؟ عايش بأستراليا ما هيك؟ إيه لشوفي؟ يا ريت نطلع لعنده، طالما الزلمة عم يبعت رسائل لابنه أكيد رح يستقبلنا مع ابنه. من وين بتطلعي بهالأفكار؟ هيك، خطرت الفكرة فجأة. الزلمة صار له سنين عايش هنيك بأستراليا، كيف بيقبل إنه ابنه هيك يضل عايش منتوف؟ المفروض يساعده ما هيك؟ شو فيها إذا بعت له يروح لعنده؟ ساعتها نحن كمان منروح معه. اصحك تحكي هالحكي قدام كريم؟ ما بيحب هالسيرة. لا تخافي ما رح أحكي. يا ترى شو بيكونوا عم يعملوا هلا؟ شو عم تعملي؟ بدي كبل زبالة، أحسن ما تتكون. تركيها لمعي بياخدها. خليه عم يحضر المسلسل، ما بدي ضايقه، أنا باخدها لبرا. عراحتك. صح النوم عيني. أم بهالدنيا. صحيح، احكي لي عن أبوه، شو قصته؟ ليش كل هالقد مهتمة بأبوه؟ ولا شي، عم نضيع وقت. حاجة بقى، هلأ لولاكي شو كان صار فيه؟ كان ضاع وصار متشرد. انتي ما تجوزتي أبداً؟ ما إجاكي نصيبك لهلأ؟ معقول؟ إجاني كتير خطابين، إجاني شي دكاترة وشي مهندسين، بس أنا رفضت أتزوج. طبعاً انتي فهمانة وحلوة، أكيد تقدم لك أكتر من واحد. إيه مزبوط. إيه؟ شو ايه؟ يلا حكيلي، اكيد في وراكي قصة وحابة اسمعها. كل واحد فينا اكيد عنده قصة بهالدنيا، حياة كل انسان فيها تصير رواية. هلا بتكون جهزت الخلطة، لا قوم طفي تحتها.